بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة، الحلقة رقم 40، عرابي حسان، الجزء السادس والأخير، نهاية عرابي حسان. في بداية الحلقة بحب أتوجه لحضراتكم بكل التهاني، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بعد شهرين من التحقيق المتواصل في قضية ريا وسكينة، في 13 يناير كانون الثاني سنة 1921 صدر قرار الاتهام في قضية الجناية نمرة 43 لسنة 1920 اسم شرطة اللبان، شمل 10 متهمين من بين أكثر من 20 متهم كان تم القبض عليهم وحبسوا على ذمة القضية، وتم توجيه تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة لسبع متهمين كان من بينهم بالطبع عرابي حسان إناوي. كان عرابي حسان هو المتهم الخامس في قرار الاتهام، وتم كتابته في قرار الاتهام كالآتي: رقم 5 عرابي حسان إناوي، عمره 26 سنة، صناعته معلم في البحر، سكنه الإسكندرية، محبوس تحت نمرة 5637. أرفق رئيس النيابة بتقرير الاتهام قائمة بأسماء 34 من شهود الإثبات، بتضم كل اللي قدر المحقق أنه يجد في أقوالهم دليل أو قرينة على واحد أو أكثر من المتهمين، من بينهم 7 شهود من أقارب وأصدقاء الضحايا، وواحدة من أهالي المتهمين اللي كانت زنوبة بنت أحمد أبو هلال زوجة حسب الله الجديدة، واللي شهدت ضد حسب الله وضد محمد عبد العال. كان من شهود الإثبات 34 6 شهود ضد حسب الله وسكينة، وشاهد واحد ضد محمد عبد العال، وثلاث شهود ضد ريا، وعشر شهود كاملين ضد عرابي حسان، وست شهود ضد عبد الرازق، وأربع شهود ضد سلامة محمد خضر الكبت، وأربع شهود ضد محمد علي القادوسي أبو أحمد النص. مثل المتهمون العشرة الوارد أسماؤهم في قرار الاتهام، ومن بينهم طبعا عرابي حسان، مثله أمام قاضي الإحالة كامل بك شكري، قاضي الإحالة بمحكمة الإسكندرية الأهلية، يوم الأحد الموافق 5 فبراير شباط سنة 1921، وبعد 3 أسابيع فقط من صدور قرار الاتهام. أمام كامل بيك شكري قاضي الإحالة تمسك عرابي حسان بإنكاره التام، وخاصة بعد أن عدل حسب الله ومحمد عبد العال عن اعترافهم السابق أمام النيابة. ركز عرابي حسان في إجاباته على قاضي الإحالة في الطعن في شهادتي ريا وسكينة ضده، فسرهم عرابي حسان بأنهم بسبب خصومة نشأت بينه وبين الشقيقتين ريا وسكينة في ظروف مختلفة. ما قدرش عرابي حسان يتحكم في أعصابه أمام قاضي الإحالة لما واجهه قاضي الإحالة واجه بينه وبين ريا وسكينة اللي أكدوا اتهامه بالمشاركة في عمليات القتل، وهنا وأمام قاضي الإحالة صاح عرابي حسان في ريا وفي سكينة وقال لهم: مظبوط، أصل إحنا بناكل لحم إنجليزي من بتاع الخيل زي حالتكم. كان هدف عرابي حسان من العبارة دي هو تجريح ريا وسكينة، وانه يعايرهم بشيء كان عرابي بيراه دليل على ان ريا وسكينة من مستوى اجتماعي ادنى واقل منه بكثير. ولكن ولان عرابي حسان كان غبي، اتخذ كامل بيك شكري قاضي الاحالة من عبارة عرابي حسان دي دليل على معرفته الوثيقة بالشقيقتين ريا وسكينة، واللي كان عرابي بينكر صلته بهم حتى هذه اللحظة تماما. كان عرابي حسان وكل عثمان أفندي نور الدين المحامي عشان يترافع عنه أمام قاضي الإحالة. ركز الدفاع عن عرابي حسان أمام قاضي الإحالة على إن المتهمين الحقيقيين اللي قاموا بارتكاب الجرائم وعمليات القتل هم ريا وسكينة وأزواجهم، وقال إن حسب الله ومحمد عبد العال رجلان أقوياء لم يكونا في حاجة لمعونة من أحد يشترك معهم في قتل النساء ويقاسمهم في أرباح عمليات القتل، خاصة وأن زوجتيهما ريا وسكينة هما اللتان تسحبان الضحايا للقتل.
وأضاف الدفاع عن عرابي حسان إن سعي ريا وسكينة لإقحام عرابي حسان في عمليات القتل كان على سبيل الكيد والرغبة في الانتقام، وظنا منهم أن ذلك قد يخفف العقاب عنهما وعن زوجيهما. ودلل الدفاع على ذلك بالشبهات اللي ألحقتها سكينة بسيد عبد الرحمن المكوجي في عملية قتل فردوس بنت فضل عبد الله آخر الضحايا، وكمان بالاتهامات الكاذبة اللي وجهتها ريا في بداية التحقيقات لأحمد الجدر وعبد الله الكبجي وعديلة الكحكية، ثم تبين بعد ذلك براءة الجميع. وطالب الدفاع عن عرابي حسان بالحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوة ضد موكله وإخراجه من قرار الاتهام قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات. لم يستجب كامل بيك شكري قاضي الإحالة بمحكمة الإسكندرية الأهلية لطلبات الدفاع عن عرابي حسان، ولم يتم حذفه من قرار الاتهام، وأصدر أمره بإحالة المتهمين العشرة ومن بينهم عرابي حسان إناوي إلى محكمة جنايات الإسكندرية دور مارس آذار سنة 1921. بدأت محاكمة القرن العشرين لعصابة ريا وسكينة ورجالهم يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو أيار سنة 1921، واللي كان موافق للثاني من شهر رمضان المبارك. كان تم الاتفاق على أن يستغرق نظر القضية في محكمة جنايات الإسكندرية 3 جلسات فقط. الجلسة الأولى الاستماع لأقوال الشهود وعددهم 36 شاهد، والجلسة الثانية الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين والمدعي بالحق المدني، والجلسة الثالثة لصدور الحكم في القضية. وطبعا سبق وقدمنا التفاصيل الكاملة لجلسات المحاكمة التاريخية بالتفصيل، وقدمنا المحاضر الرسمية لجلسات المحاكمة الثلاثة من ملف القضية في سلسلة ضحايا ريا وسكينة في 9 حلقات كاملة. كانت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة أحمد موسى باشا، وعضو اليمين المستر هيل، وعضو اليسار واصف سميكا بيك، وكانوا الثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية، وأخيرا سليمان بيك عزت رئيس النيابة والمحقق الرئيسي لقضية ريا وسكينة، وعلي أفندي فهمي كاتب الجلسة. في جلسة المحاكمة الأولى تتالت أقوال الشهود، وأكدوا أن حسب الله كان بيعيش مع ريا حتى أيام قليلة قبل افتضاح أمر العصابة، وأكدوا أن محمد عبد العال كان بيعيش مع سكينة لحد ما سافر لقريته موشة في شهر يونيو حزيران وحل محله سلامة محمد خضر الكبت، وأكدوا أن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف يعرفوا آل همام معرفة وثيقة، وكانوا بيقومان بحماية البيوت السرية اللي كانوا بيديروها للبغاء السري. وأكد الشهود أمام هيئة المحكمة أن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانوا بيترددوا على بيوت آل همام بصحبة رفيقتهم نزلة أبو الليل بخصوص عرابي حسان، وأنيسة بنت محمد رضوان واللي تخص عبد الرازق يوسف. وحدثت مفاجأة غير متوقعة أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم أمام المحكمة، لما أخطأ الشاهد السادس محمد خليفة زميل محمد عبد العال في وابور خريمي واللي استشهد به محمد عبد العال لإثبات الصلة بينه وبين عرابي حسان، أخطأ الشاهد في التمييز بين الشقيقتين ريا وسكينة ومنح لكل واحدة اسم الأخرى على الرغم من ادعائه بأنه يعرفهم معرفة وثيقة، وده اللي ألقى ببعض الظلال وبعض الشكوك على الجزء الأهم من شهادة الشاهد واللي دارت حول إثبات الصلة بين عرابي حسان ومحمد عبد العال. والغريب والعجيب واللافت للنظر إن المحامي عثمان أفندي نور الدين محامي عرابي حسان لم يصر على تسجيل وقعة عجز الشاهد السادس محمد خليفة عن التمييز بين الشقيقتين ريا وسكينة في محضر الجلسة على الرغم من أهميتها الكبيرة للدفاع عن عرابي حسان، ولم يشر إليها في مرافعته بعد ذلك عن عرابي حسان. والغريب والعجيب أن محضر الجلسة أيضا أغفل ذكر هذه النقطة تماما، واللي ذكرها فقط كان مندوب جريدة الأهرام اللي قام بتغطية جلسات المحاكمة التاريخية. سهل إنكار عرابي حسان لكل التهم اللي وجهت إليه من البداية للنهاية، سهل ذلك على محاميه عثمان أفندي نور الدين مهمة الدفاع عنه.
بدأ عثمان أفندي نور الدين المحامي محامي عرابي حسان مرافعته بتنبيه المحكمة إلى أن التهمة الموجهة إلى موكله عرابي حسان يقضى فيها إما بالإعدام أو البراءة، وليس هناك احتمال آخر، وذلك يتطلب وزن أدلة الاتهام قبل كل متهم للإطمئنان إلى أنها تكفي لإدانته بصورة لا تقبل الشك الذي يفسر في النهاية في صالح المتهم. استعرض عثمان أفندي نور الدين محامي عرابي حسان أقوال شهود الإثبات ضد عرابي حسان، وأكد أنها بفرض صحتها لا تكفي لإقناع المحكمة بإدانة عرابي حسان وهي مستريحة الضمير، وهو ما ينطبق على ما ورد بشأن عرابي حسان في اعترافات آل همام لتناقض الطبعات المختلفة لاعترافات كل متهم من آل همام، وتناقض صورة اعترافاتهم النهائية عن بعضها البعض. وطبعا ده لم يحدث لأن الأربعة المعترفين من آل همام رية وسكينة ومحمد عبد العال وحسب الله كلهم أكدوا وأصروا على أن عرابي حسان شارك في عمليات القتل وكان من أهم أركان عصابة رية وسكينة. وختم عثمان أفندي نور الدين مرافعته بطلب البراءة لعرابي حسان ورفض الدعوة المدنية قبله. وعلى الرغم من تأكدنا الكامل والذي لا يقبل الشك أن عرابي حسان شارك في عمليات عصابة رية وسكينة وكان أحد أهم أضلاع وأفراد عصابة رية وسكينة قبل وبعد عمليات القتل، وكان هو الثاني بعد حسب الله من حيث المشاركة في عمليات القتل، ولكن الواضح والمؤكد وأمانة التاريخ تقتضي أن احنا نقول أن عثمان أفندي نور الدين المحامي لم يبذل المجهود الكافي للدفاع عن عرابي حسان. واضح أنه كان بيتعامل مع القضية كتقضية واجب، ودي كلمة للتاريخ يجب أن تقال. في نهاية جلسة المحاكمة الثالثة واللي كانت يوم الخميس 12 مايو أيار سنة 1921 والساعة 1:30 بعد الظهر، أصدر أحمد موسى باشا قرار هيئة المحكمة وقال: قررت المحكمة إرسال أوراق هذه القضية إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتي ثغر الإسكندرية لإبداء رأيه طبقا للمادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وحددت لصدور الحكم في الدعوة يوم الاثنين الموافق 16 مايو أيار سنة 1921. وصل رد مفتي ثغر الإسكندرية فضيلة الشيخ محمد علي قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، ومرفق مع ملف القضية خطاب لا يتضمن إلا القاعدة الأصولية اللي بتقول إنه متى ثبت شرعا القتل العمد الموجب للقصاص يقتص من القاتل. في جلسة النطق بالحكم واللي وقعت يوم الاثنين الموافق 16 مايو أيار سنة 1921 والموافق للثامن من شهر رمضان المبارك، قرأ أحمد موسى باشا حيثيات الحكم فيما يتعلق بالمتهم الخامس عرابي حسان، استنادا إلى رؤية السيدة بنت سليمان قاسم لعرابي حسان يوم مقتل فاطمة بنت محمد عبد رب وشيخة المخدمين، وإلى صلة عرابي حسان الوثيقة بصديقته ورفيقته نزلة أبو الليل التي شهد كثيرون بأنه كان خليلها، بالإضافة لما ثبت من شهادة الشهود أن عرابي وعبد الرازق كان يخالطان رية وسكينة في بحر المدة التي ارتكبت فيها الجرائم وكان يحميان نشاطهما. وقد ثبت أيضا أنهما أي عرابي حسان وعبد الرازق يوسف اشتريا خلال نفس المدة مصوغات بمبالغ لا يمكنهما الحصول عليها من المكاسب التي كانت تأتيهما بالوسائل المباحة، وهو ما حمل المحكمة على الاعتقاد بصحة اعترافات المتهمين الأربعة بشأن اشتراك عرابي حسان وعبد الرازق يوسف في قتل 17 امرأة. وخلصت المحكمة إلى أن كل من حسب الله سعيد ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف يستحقون عقاب الفاعل الأصلي لقيامهم بسفك دماء 17 امرأة عمدا مع سبق الإصرار واستباحتهم لأموالهن وتبديدهم لها في المنكرات وارتكابهم لآثام لم يسبق لها مثيل في القسوة والفظاعة منذ عهد تأسيس المحاكم إلى الآن، وإلى أن رية وسكينة تستحقان عقوبة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة
في الأعمال المسهلة لارتكابها بأن أحضرت المجني عليهن إلى محلاتهما وأسكرناهن لتمكين الفاعلين الأصليين من خنقهن بدون أدنى مقاومة، فوقعت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطبعا في نهاية الجلسة حكمت المحكمة حضوريا على كل من ريا وسكينة ابنتي علي همام وحسب الله سعيد ومحمد عبد العال وعرابي حسان إناوي وعبد الرازق يوسف بعقوبة الإعدام، وبإلزامين بأن يدفعوا بطريق التضامن لمحمد أحمد رمضان مبلغ 150 جنيه على سبيل التعويض مع مصاريف الدعوة الجنائية. وبالحكم على علي محمد حسن الصائغ بالحبس لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من سلامة محمد خضر الكبت والحرمة أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد علي القادوسي الشهير بالنص مما أسند إليهم في هذه الدعوة. وبكده يكون تم الحكم على عرابي حسان إناوي بالإعدام شنقا. بعد أن نطق أحمد موسى باشا الحكم بإعدام ريا وسكينة ورجالهم، كان المشهد داخل قاعة المحكمة مشهد مهيب. اشتد الضجيج داخل قاعة المحكمة، اختلطت زغاريد قريبات المحكوم ببراءتهم بولولات وصرخات وبكاء قريبات المحكوم عليهم بالإعدام. رفعت أمينة بنت منصور إيدها للسماء شكرا لله اللي أنقذها من حبل المشنقة، فنظرت إليها سكينة واللي كانت بتقف بجوارها نظرت إليها نظرة قاسية، وجلست ريا على أرض القاعة تبكي. كان أحمد موسى باشا رئيس المحكمة بيطوي أوراقه وبيستعد لمغادرة قاعة المحكمة لما ارتفع صوت محمد عبد العال من داخل قفص الاتهام وبيقول: يا سعادة الباشا، أنا عندي كلام سر عاوزين نقوله لسعادتك. أشار أحمد موسى باشا لقائد الحرس اللي أخرج محمد عبد العال من قفص الاتهام وصعد به الدرجات اللي بتقود للمنصة. وقف محمد عبد العال أمام منصة هيئة المحكمة والتفت لقفص الاتهام وضم كفيه معا فوق رأسه ملوحا بها لعرابي حسان وعبد الرازق يوسف واللي كانوا بيتابعوه باهتمام بالغ، لحد ما اختفى خلف باب حجرة المدولة. قال محمد عبد العال لأحمد موسى باشا: أنا عاوز نبرو نفسينا ونقابله ربنا وإحنا نضاف، علشان كده عاوز نقول لسعادتك إن عرابي وعبد الرازق ملهمش يد في شيء من اللي حصل، ولا قتلوا ولا شافوا قتل. أحال أحمد موسى باشا محمد عبد العال لسليمان بيك عزت اللي لفت نظره زي ما قال مندوب جريدة الأهرام إلى إن الفرصة الوحيدة للإدلاء بهذه الأقوال كانت مباحة ومتاحة أمام التحقيق أمام النيابة، ومن بعدها أمام قاضي الإحالة، وأخيرا أمام جلسات المحاكمة. وقتها كان إيضاح الأمر والحقيقة يقدر بقدره. أما الآن وبعد صدور حكم المحكمة في القضية فلتت الفرصة، ولم تعد هناك أي وسيلة لتعديل الحكم إلا بالطعن عليه أمام محكمة النقض. كانت العلاقة بين رجال ريا وسكينة الأربعة تعرضت للتوتر الشديد من وقت إن اعترفت بديعة أمام النيابة وقالت إن والدها حسب الله هو اللي لقنها ولقن أمها، هو اللي أمرهم إنهم يتهموا عرابي حسان ومحمد عبد العال. وبالتالي عرف الرجال إن اتهام ريا لعرابي حسان في البداية بإن هو المسؤول عن الجثث المدفونة في أرضية غرفتها كان تنفيذا لهذا الاتفاق وتنفيذا لتعليمات حسب الله. بعد كده تحول التوتر الشديد في علاقة رجال ريا وسكينة لخصام شديد بعد أن اعترف محمد عبد العال وحسب الله على أنفسهم وعلى عرابي وعلى عبد الرازق يوسف. ولكن بدأت العلاقة بينهم تتحسن بالتدريج من وقت أن عدل حسب الله ومحمد عبد العال عن اعترافاتهم أمام قاضي الإحالة وفي جلسات المحاكمة، وده اللي خلق عند عرابي حسان وعبد الرازق يوسف أمل أنهم يفلتوا من حبل المشنقة ومن العقاب، لأن اعترافات آل همام كانت هي الدليل الأساسي ضد عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. لما أحيلت القضية لمفتي الإسكندرية بما تحمله من معنى، وكل الناس طبعا منهم عرفوا بقرب الحكم عليهم بالإعدام، في الغالب بدأ رجال ريا وسكينة يعيدوا تقدير الموقف،
فكروا ان المحكمة في الغالب هتأخذ حسب الله ومحمد عبد العال باعترافهم وباعتراف ريا وسكينة عليهم وبالأدلة والقرائن الأخرى المتوفرة ضدهم، وهتحكم عليهم قطعا بالإعدام. أما وقد انقطع الأمل في إنقاذ حسب الله ومحمد عبد العال من حبل المشنقة وكده كده هيتعدموا، فأصبح من واجب محمد عبد العال وحسب الله إنهم يسعيا لإنقاذ عرابي وعبد الرازق من حبل المشنقة، مش بس عشان هم اللي مسؤولين عن الورطة اللي وقعوا فيها جميعا باعترافهم على أنفسهم وعليهم، لا، من وجهة نظر رجال ريا وسكينة، لأنه من الظلم إنه يضيع 4 رجال مقابل حفنة من النساء الساقطات الخاطئات، ولا ده يليق برجولة الرجال ولا يليق بتقاليد الفتوانة. طبعا ده من وجهة نظر رجال ريا وسكينة بمنطقهم المقلوب. ومن المؤكد انه تم اتفاق ما بين محمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف مقابل تحمس محمد عبد العال الظاهر لاعلان براءة عرابي وعبد الرازق بانهم يدفعوا تعويض مادي لاهل محمد عبد العال نظير انه يعلن براءتهم امام هيئة المحكمة. وطبعا ده دليل على ان هذه البراءة اللي القاها محمد عبد العال على عرابي حسان وعبد الرازق يوسف طبعا اعلان خاطئ وليس له اساس من الصحة، ولكن زي ما قلنا هو مجرد محاولة لانقاذهم بعد ما تأكد انه هو هيتعدم مقابل انه يأخذ مقابل مادي لاسرته. تمت جلسة النقض امام محكمة النقض والابرام يوم الاحد الموافق 30 اكتوبر تشرين الاول سنة 1921 بالقاهرة برئاسة عبد الرحمن رضا باشا وأضوية المسيو سودان وأبو بكر يحيى باشا والمستر هيل وأحمد زكي أبو السعود باشا المستشارين بمحكمة الاستئناف الأهلية. مثل النيابة أحمد محمد خشبة بيك وكيل نيابة الاستئناف، وتم رفض الطعن وأصبح حكم الإعدام واجب النفاذ. وفي النهاية كشفت ريا وسكينة زي ما وضحنا إن حسب الله ومحمد عبد العال كانوا اتفقوا على محاولة إنقاذ عرابي حسان وعبد الرازق يوسف من حبل المشنقة بأنهم يزعموا أنهم مظلومين، أما الحقيقة فهي سبق وقالوه ريا وسكينة في التحقيقات، وهي أن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانا شريكين في ارتكاب جرائم عصابة ريا وسكينة، وكان من أهم أضلاع عصابة ريا وسكينة. تم تنفيذ حكم الإعدام في عرابي حسان إناوي يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر كانون الأول سنة 1921 الساعة 8:40 صباحا. جيء بعرابي حسان وكان هو آخر رجال ريا وسكينة اللي يتم إعدامهم، وكان عرابي حسان أكثر زي ما ذكر مندوب جريدة الأهرام أكثر رجال ريا وسكينة من التبرؤ من الجرم، قال إنه سيلقى ربه طاهر اليدين. كان عرابي حسان لحظة تنفيذ حكم الإعدام خائر القوى، وكان آخر طلب له قبل إعدامه هو شربة ماء. كان آخر ما نطق به عرابي حسان قبل الإعدام مظلوم، ونطق الشهادتين، واستمر نبضه لمدة 2 دقيقة وظل معلقا في حبل المشنقة لمدة 1/2 ساعة. ذكر أورنيك 169 اللي هو تقرير الطبيب عن المسجونين المنفذ عليهم الإعدام شنقا فيما يخص عرابي حسان كالآتي: نمرة 5637 عرابي حسان إناوي، السن 27 سنة، وزنه عند الدخول 58 كيلو جرام، الوزن قبل الإعدام 63.5 كيلو جرام، بمعنى أن وزنه زاد حوالي 5.5 كيلو. تاريخ دخول السجن 20 ديسمبر كانون الأول سنة 1920، تاريخ الحكم 16 مايو أيار سنة 1921، تاريخ التنفيذ 22 ديسمبر كانون الأول سنة 1921. الصفة التشريحية لجثة عرابي حسان: احتقان بالوجه، تمدد بالحدقتين، حز بشكل حبل المشنقة تحت الأذن من الجهة اليمنى، شوهد مني بالقضيب وبشق العنق، وجدنا نزيف أسود اللون مع تمزق بالعضل الحلمي القصبي من الجهتين وبعض الأوردة وانفصال الحنجرة من العظم اللامي، هذا مع كسر كامل بالعمود الفقري
بين العظمة الأولى والثانية الفقرية العنقية، وانفصال تام بالنخاع الشوكي في مقابل الكسر المذكور. ودي كانت نهاية عرابي حسان إناوي اللي كان عامل في توة وبيستقوي على الضعفاء. عاش حياة قصيرة عاصفة قتل واغتصاب وسرقة وزنا وضرب واستقواء على الضعفاء. ماذا استفاد في النهاية غير الإعدام والندم والفضيحة؟ اللهم أحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. ترك عرابي حسان زوجته مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام وولده القاصر عباس. تقدمت أرملة عرابي حسان الحرمة مسعودة بنت محمود العوام بعد أسبوع من إعدام عرابي في أول يناير كانون الثاني سنة 1922 بطلب لاسترداد ما ضبط عندها من ملابس لأنها تخصها وتخص والدتها، بالإضافة لملاية فرش محلاوي كانت أعطتها لزوجها عرابي حسان لما كان محبوس باسم شرطة اللبان لغطائه. بعد كده كررت الطلب في عريضة أخرى، وأضافت العريضة طلب آخر وهو تسليمها الكتينة الذهبية اللي ضبطت مع زوجها عشان تبيعها وتنفق على نفسها وعلى ولدها القاصر اليتيم عباس عرابي، لأن زوجها عرابي حسان لم يترك لها ولا لولدها شيئا. وبعد 9 شهور كاملة من تقديم العرائض وافقت النيابة في سبتمبر أيلول سنة 1922 على تسليمها الملابس، ولكنها لم توافق على تسليمها الكتينة الذهبية. وكانت أحراز عرابي حسان من المصوغات عبارة عن الكتينة الذهبية وكتينة وسلسلة من النحاس قدر شيخ الصياغ تمنها وقتها ب17 جنيه و700 مليم. هقدم لحضراتكم دلوقتي نص العريضة الأولى اللي قدمتها الحرمة مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام أرملة عرابي حسان للنيابة العمومية. قالت فيها: صاحب السعادة رئيس نيابة محكمة الإسكندرية، مقدمه لسعادتكم مسعودة بنت محمود إبراهيم زوجة المرحوم عرابي حسان، رعية وسكنة بجنينة العيوني بشارع الزهري، شياخة علي زيد اسم اللبان، تعرض الآتي: اتهم زوجي عرابي حسان في قضية بيوت الهلاك، وأثناء القبض عليه في هذه التهمة هجم بيتي وأخذت جميع ملابسي بدعوى أنها ربما كانت هذه الملابس ممن فتك بهم من النساء، ثم عرضت هذه الملابس على كل أهالي المفقودين فما أحد استعرف على شيء منها، وقد حكم على زوجي بالإعدام وتنفذ عليه هذا الحكم. وحيث أن ملابسي ما زالت بمخزن النيابة، التمس صدور الأمر بتسليمها إلي مع صدور الأمر بتسليم الكتينة الذهب تعلق زوجي لبيعها وصرف ثمنها على نفسي وعلى ولد القاصر اليتيم. وأدعو لعزتكم بالخير، مقدمته مسعودة بنت محمود إبراهيم، تاريخ 22 إبريل 4 سنة 1922. أما العريضة الثانية واللي قدمتها أرملة عرابي حسان للنيابة العمومية، صاحب السعادة رئيس نيابة محكمة الإسكندرية، مقدمه لسعادتكم مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام، رعية وسكنة بشارع الزهري، شياخة علي زيد قسم اللبان، تتشرف بأن تعرض الآتي: يا سعادة الرئيس المحترم، إنني زوجة المرحوم عرابي حسان الذي قضي عليه في محكمة جنايات الإسكندرية منذ 10 شهور بالإعدام في قضية بيوت الهلاك. تنفذ الحكم على زوجي بالإعدام، ولكن عند القبض عليه أثناء اتهامه ضبطت كتينته الذهبية في عنقي وأخذت. وحيث أنني الآن يا سعادة الرئيس في أشد الاحتياج، لأنه تركني ولدي عباس الطفل ولم يترك لنا شيئا نستعين به على تربية هذا المسكين، التمس من العدالة صدور الأمر بتسليم الكتينة الذهبية كي أتصرف فيها بالبيع وأنفق ثمنها على ولدي اليتيم، وأسأل الله الكريم ألا يريكم مكروها. توقيع مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام. وبكده بتنتهي حلقة النهاردة، وبينتهي كلامنا عن عرابي حسان إناوي الضلع الخامس واحد أهم أفراد عصابة ريا وسكينة. لو الفيديو عجبكم بتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير، ومنتظر أراكم وأسئلتكم في التعليقات. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.